ورجعنا لكم تاني وفقرة جديدة من برنامجكم شباب للخير. معانا ومعاكم مثال للشباب المبتكر المحب جدا لبلدنا وأثرها وحضرتنا. منوراني النهاردة بنت صعيد مصر عبير محمد علي، مركز المنيا بني مزار، ليسانس أداب قسم تاريخ. هنتكلم سوا النهاردة عن فكرة مشروعها اللي بقالها حوالي 8 سنين بتسعى ليه بكل كفاح رغم قلة الإمكانيات، ومع ذلك كملت كفاحها ووصلت قدرت توصل بمشروعها لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. ازيك يا عبير؟ أهلا. ومعانا ومعاكم المستشار حسام صفوت أبو السعود وشهرته محامي الغلابة المتبني لهذا المشروع. هدفه الرئيسي إيصال صوت شباب بلده ومشاريعهم للنور. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أستاذة ولاء. شرف ليا طبعا أن أنا موجود في برنامج شباب للخير ومعاكم، وموجود في فقرة بعيد خالص عن محامي الغلابة، حد من شباب بلدنا من محافظة المنيا الأستاذ عبير، معاها مشروع بصراحة يعني مشروع وصل لموسوعة جينيس العالمية. مشروع أنا لما اتعرض عليا بصراحة ما قدرتش أسيبه، وقلت إحنا لازم نقف جنبها لأن هي برضو ظروف إمكانياتها البسيطة وظروف البلد والصعيد أنت عارفة الإمكانيات. قعدت 8 سنين لغاية ما خلصت مشروعها بأقل الإمكانيات اللي الموجودة معاها، وما زالت مصرة طموحة إن هي توصل مشروعها للعالمية، مش هقولك في مصر بس، لأن المشروع فعلا هي هتعرفنا بيه اسمه وكل بياناته. ومشروع لو فعلا استخدمناه والهيئات المختصة وقفت وراعت المشروع ده هيبقى مصدر دخل قومي كبير خالص للبلد. وهي عبير نفسها معانا، هي بنت المنيا، بنت مركز بني مزار، هتعرفنا مشروعها بالظبط وبالتفصيل واحنا معاها لغايه ما هتوصل ان شاء الله مساعده مننا لحد طموح معاه مشروع ايجابي هيفيد البلد يا فندم. اكيد. بس قبل ما تكلمينا عن مشروعك عرفيني ازاي وصلتي للاستاذ حسام. وصلت استاذ حسام عن طريق الفيسبوك لان هو محامي الغلابه طبعا، ولما اتجهت ليه واتكلمت معاه كان شخص محب جدا ليا وساعدني جدا ودعمني جدا فكريا ومعنويا، وفعلا اتمنى ان انا اكمل معاه للاخر ان شاء الله باذن الله. انت تستاهلي كل خير، ومشروعك هو اللي خلاني انا بصراحه لما انت عرضت عليا الفكره مشروع محترم جدا لو كمل فعلا يعني حاجه تفرح، خاصه المشروع اللي يعتبر عن الاثار مصر كلها على مستوى الجمهوريه. هي هتفهمنا بقى النبذه المختصره عن الموضوع بتاعها. اتفضلي يا عبير. اوكي. المشروع هو عباره عن سينما اثريه بتحاكي الطبيعه عن اثار مصر بتقنيه الهيلوجرام مع الماين ان و7 كي وبعض تاثيرات 3D. بتحاكي الطبيعه بمعنى ان انا مثلا هتكلم مثلا عن احمس والعجله الحربيه واللي عمله والغزو ضد الهكسوس، انا هتكلم مع احمس نفسه وهو هيرد عليا. دي الفكره من المشروع نفسه. تمام يا فندم. تمام. بدايه الفكره جات لك ازاي؟ ابتدت من 8 سنين لما ابتديت ادخل كليه الاداب قسم التاريخ وابتديت اعرف الملوك والعصور التاريخيه، ابتدت تتبلور عني فكره ليه ما اعرفش اوصل ليه ان انا اتكلم معاهم، اعرف تفكيرهم كان ماشي ازاي، اعرف الدنيا كانت ماشيه ازاي. والفكره نفسها اتبلورت معايا لحد ما وصلت للمستوى اللي انا بدات فيه ودخلت موسوعه جينيس للارقام القياسيه. كلنا فخورين بيك الحقيقه. شكرا ليك. طيب بالنسبه لطموحك للمشروع، انا بتمنى ان المشروع يوصل للعالم كله. اثار مصر تستحق ان هي تتبلور تبقى في العالم كله عارفه معروفه عنها، مش مكان بس للتصوير او مكان مزار فقط، ولكن مكان يتعرف تاريخيا واثريا. هو يا استاذه ولاء، من حسن الحظ عندنا المتحف الكبير طبعا. أكيد. اللي عامله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. المتحف ده يعني لو الفكره بتاعتك دي اتنفذت حاجه هتبقى عارفين يعني ايه يا جماعه، سينما بتعرف اثار مصر وقدام المتحف ويدخلوا يشوفوا الحياه كانت ازاي عن طريق السينما ويشوفوا الواقع واثار مصر، حاجه هتبقى جميله. خاصه المتحف يعتبر من دلوقتي لما يفتتحوه يعتبر من اكبر المتاحف في العالم. أكيد. المتحف اللي اتعمل حاليا في الجيزه جنب الاهرامات يا فندم. فدي لو الفكره اتبنتها وزاره الثقافه او سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي او السيد وزير الاثار طبعا هتستفاد وهيبقى ليها مصدر دخل وحاجه جميله تشرف. يعني احنا بنعرض اثار بلدنا للناس بطريقه حديثه، دي دعايه برضو
لجذب سياح للسياحه للاثار يا فندم. اكيد. بس هل في فئه مستهدفه معينه من المشروع ولا الفئه بتستهدف كل الفئات العمريه والأعمار. يعني كل الاعمار، هي مش مستهدفه فئه معينه، وكل أكيد. العالم، لان الاجهزه اللي هتبقى محطوطه هتبقى عباره عن اجهزه فيها كل لغات العالم، مش هيبقى فيها لغه معينه. يعني انا قبل ما بدخل السينما بختار اللغه اللي انا عايزاها وبختار الحقبه اللي انا عايزاها، لان الحقبه هتبدا من العصر الحجري لحد العصر الحديث، هيبقى في مرونه يعني. تمام، يعني براحتك انت بتختاري اللغه اللي انت عايزاها. تمام. هل في اهداف معينه من المشروع؟ دخل قومي أكيد. للبلد اكيد. بلوره مصر بالنسبه للعالم وازدهارها، جذب سياحه خارجيه وداخليه، وكمان هتبقى مجال للتعليم ازيد من اي شيء تاني، لان هبقى عارف ان الحقب اللي مرت بالتاريخ بمصر كلها. أكيد. هنعرف تاريخ بلدنا، هنعرف اثار بلدنا والحياه اللي كانت في كل حقبه فرعونيه والاسر. طبعا هي دي السينما معموله لكده. مع انت هتختاري مثلا الحقبه السنه وهيبقى كل حاجه موجوده، سينما زي السينما العاديه بس بتقنيات اعلى في كل حاجه. فهمي. يعني بتقنيات السينما العالميه. تمام. خاصة لما تبقى مثلا في المتحف الكبير ده، طبيعي يعني المتحف معمول على أعلى مستوى، فحاجة زي كده هتساعد المتحف طبعا. أكيد يعني. أكيد. ولكن ده مش هيغنينا عن إن احنا نروح الأماكن الأثرية طبعا. أكيد. ولكن أكيد. هيفهمنا. أكيد. هيفهمنا. ولكن هيفهمنا. هيفهمنا. يعني هيفهمنا الحياة اللي كانت، الحياة الفرعونية ببساطة، هتبقى حاجة ببساطة وبكل لغات العالم. بالظبط. بما إن حضرتك المتبني للمشروع بتاعها. تمام. فتحب تنصحها بايه؟ كلمه ليها. انا عايزها تكمل زي ما هي مكمله. هي طموحه جدا من ساعه ما كلمتها هي والدها، راجل محترم جدا بصراحه. شكرا. ناس تستاهل ان مشروعهم يظهر، وانا معاها ان شاء الله باذن الله لغايه ما المشروع كله باذن الله يوصل وتقدر تعمل حاجه. عشان هي تعبت، عشان هي تعبت بقى لها 8 سنين، مفيش امكانيات يعني، الظروف على قديها، برضو كافحت وصرفت وعملت مشروع كبير. أيوة. مشروع كبير فعلا يعني. فانا يعني اللي نفسي فيه باذن الله يوصل للنور. المسؤولين في جمهوريه مصر العربيه، السيد رئيس الوزراء، كل المسؤولين، السيد وزير الاثار، يبصوا على حاجه زي كده. مش هيخسروا حاجه على فكره، بالعكس. نعم. هنستفاد كتير. مشروع قومي عالمي، مشروع قومي عالمي. تحيه خاصه ليهم والله بجد. يعني لو بصوا بس على المشروع ده فعلا، انا متاكد يعني هيختاروا الاستاذ عبير ومشروعها للتنفيذ. فعشان كده انا بناشد كل المسؤولين في الدوله بتبني فكره المشروع. انا كده كده معاها ان شاء الله، دعما ليها، دعم لشباب المنيا كلها. انا معاهم. اي حد عنده مشروع او اي حد عايز يوصل فكرته للناس طالما شيء ايجابي. المنيا بس يا استاذ حسام؟ لا، على مستوى الجمهوريه يا فندم. على مستوى الجمهوريه تواصل معانا. تمام. لان البرنامج ده معمول للخير، معمول أساس للخير. أكيد. مجموعه شباب بتساعد كل الناس على مستوى الجمهوريه. انا من المنيا، حضرتك من اسكندريه، الاستاذه اشجان من البحيره، ناس. تمام. كتير معانا وناس متبرعين في كل مصر يا جماعه، ان هم يساعدوا سواء مساعدات ماديه او معنويه. ومن ضمن المساعدات دي مساعدات معنويه للاستاذه عبير، لان هي تستاهل ان هي نقف جنبيها ونجبر بخاطرها ونوصلها للي هي عايزاه. اكيد. كل الشكر لك يا ربنا يخليك. كنت لسه اقول لك قصاد الكلام الجميل ده، تحبي توجهي له كلمه؟ احب اشكر سياده المستشار طبعا على دعمه وعلى جهوده المضنيه معايا. هو واقف كتير معايا فعلا، وفعلا بشكرك كتير خالص. ربنا يخليك. انت تستاهلي كل خير والله يا عبير يعني، وربنا يوفقك، واحنا معاكي لغايه ما توصلي لكل اللي انت عايزاه باذن الله، ومع كل الشباب اللي زي حضرتك عندهم فكره وعندهم طموح وعايزين يقدموا حاجه لبلدهم جميله. يا رب يخليك يا سياده المستشار. اوكي. وصلنا لنهايه حلقتنا، لنهايه الفقره. استنونا وما تروحوش في حته، الفقره اللي جايه باذن الله. برنامج لسه مخلص. بس فقره كده. محامي الغلابه. استاذ حسام صفوت ابو الصعود. اوكي. انتظرونا يا جماعه، معانا فقره، اخر فقره لينا ومسكها ختام ان شاء الله باذن الله. محامي الغلابه، هنناقش قضيه برضو شهيد الغلابه. انتظرونا بعد دقايق بإذن الله. شكرا يعني.